أحرار القابون، هل خرجت مظاهرات عندكم اليوم وكيف يعني تقيم حجمها وأهم الشعارات المرفوعة فيها عمر؟ بداية أختي الكريمة، اليوم كان التواجد الأمني مشدد جدا في القابون. منذ مساء البارحة خرجت مظاهرة واجهها الأمن بإطلاق نار، ولأول مرة نشاهد في داخل مدينة دمشق عربات البي تي ار وناقلات الجنود تتجول في المنطقة بين القابون وبرزة. هذا يعني أن النظام رفع التعامل الأمني مع المنطقة إلى مستوى آخر، وهو مستوى إدخال الجيش والعربات الثقيلة إلى الشوارع. بالرغم من التواجد الأمني، خرجت اليوم مظاهرة من جامع الحسين في القابون، وكانت مظاهرة حاشدة هدفت لإسقاط النظام وإعدام الرئيس وتعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية. قابلها الأمن بتفريقها بالعقوبة والعنف وإدخال عدة باصات من الأمن والشبيحة إلى المنطقة. يعني لم تكن هناك اشتباكات بالحدة التي يمكن أن نقول أنه ضحايا سقطوا بسببها مثلا؟ الحمد لله اليوم لم نشهد اطلاق نار، لان المتظاهرين ياخذون حذرهم، عاده عندما يبدا هجوم الشبيحه والامن يحاولون فض المظاهره بسرعه حتى لا يسقط جرحى او قتلى، لان هذا النظام لا يتوانى عن اطلاق النار في حال مواجهه المظاهره بشكل مباشر، فانه يستخدم الاسلحه الناريه فورا ودون اي انذار على الشباب العزل، وقد يؤدي ذلك الى سقوط جرحى مثل ما حدث منذ يومين في منطقة برزة أثناء تشييع الشهيد بسام برا. رأينا مجزرة حقيقية سقط خلالها 8 شهداء وأكثر من 30 جريح. هل هناك حديث عن انشقاقات في الجيش؟ طبعا أختي الكريمة، كل يوم سوريا وفي كل المناطق تشهد عدة انشقاقات. جاءتنا أخبار عن حدوث عدة انشقاقات في منطقة دوما وحرسة، حيث شهدت منطقة دوما الليلة قبل البارحة اشتباكات عنيفة وأصوات إطلاق نار متبادل. ثم جاءنا خبر من الشباب الناشطين هناك أن عدة جنود أو مجموعة من الجنود انشقت وأصبح هناك تبادل بإطلاق النار في هذه المنطقة. طيب، والجامعة العربية على وشك أن تجتمع وتقيم مدى التعثر في تنفيذ المبادرة من قبل دمشق، هل تلحظون أي سلوك أمني على الأرض مختلف ربما عن الأيام الماضية بشكل يستشف منه مراعاة النظام للتوقيت، يعني حتى لا يحاسب بشدة كما هو مفترض غدا؟ نعم اختي العزيزه، نحن تعودنا على هذا النظام ان يتعامل مع الازمه بوجهين، وجه في الشارع ووجه على الاعلام والدبلوماسيه. وجه الشارع هو الوجه الامني الذي ما يزال يتطور ويشتد على كل المناطق، متعاميا ومتجاهلا عن كل وسائل الاعلام التي تنقل الحقيقه، ووجهه الدبلوماسي يلجا الى اختراق الاعذار والتبارير ورفع تقارير دبلوماسية. شاهدنا أنهم الآن يطلبون مهلة لتنفيذ المبادرة خلال أسبوع. لقد مر الآن أكثر من 3 أسابيع منذ اقتراح المبادرة حتى توقيعها حتى هذه الجمعة، ولكن لم يزد الوضع على الأرض سوى تأزم وزيادة في استخدام الحل الأمني والعسكري كما لاحظنا. بالمقابل هو يطلق تقارير واتجاهات الجامعة العربية عن طريق الدبلوماسية السورية أننا سنباشر وأعطونا مهلة وأعطونا مهلة. كلما اقترب اجتماع للجامعة العربية يخرج علينا مسؤول سوري ويصرح بأننا الآن سنبدأ وغدا سنبدأ والأسبوع القادم سنبدأ، وهذا التسويف كله في سبيل اكتساب وقت أكثر لصنع التظاهرات. بالضبط، ما تسميه تسويف من أجل قمع المظاهرات وتحجيمها ربما انتهاء ب يعني إيصال الناس إلى درجة من اليأس، هل تلحظ ذلك على الأرض من حيث ربما عدد من يشاركون في المظاهرات، طبيعة الشعارات، طبيعة المطالب؟ أختي الكريمة، طبعا اليأس كلمة لا توجد في مصطلح الثوار على الأرض السورية أبدا. نحن لا نيأس، سقط من عندنا آلاف من الشهداء، مئات الآلاف من المعتقلين، الجرحى بعشرات الآلاف. كلمة يأس قد حذفناها تماما،
لن نيأس ابدا ابدا، سنبقى. وكلما زاد القمع نلاحظ ان المناطق ازدادت، كلما حاول الضغط على منطقه ازدادت التظاهرات والانتفاضه في منطقه اخرى لتخفيف الضغط عنها كما لاحظنا. ضغطوا على برزه فقامت القابون ودوما وحرسه وسقه وكل المناطق المجاوره تخف الضغط عنها. بالتالي هذا النظام لا يستطيع الضغط على اكثر من نقطه او نقطتين في المدينه او في مدينتين او عده مدن، وباقي المدن تاخذ المساحه الاكبر في التظاهر. عندما ينتقل الضغط الى منطقه اخرى تعود المنطقه التي ضغط عليها اولا لتتظاهر بشده وقوه اكبر من اول. لكن الان لاحظنا نحن في هذا الاسبوع الماضي ان النظام بدا يشعر بانه يتهاوى ويسقط بشكل واقعي، بدا هذا الشعور يلامس مختلف ما الذي يشعركم بذلك؟ شده القبضه الامنيه ومحاوله اسقاط عدد اكبر عدد من القتلى والجرحى في كل منطقه يشتبكون فيها مع المتظاهرين او من اجل كسب الوقت ربما. هذا لا، نحن نشعر ان النظام الان بدا يشعر ان المركب الذي يركب فيه بدا يغرق، وهو يحاول اغراق اكبر عدد ممكن من الناس معه، يحاول اسقاط عدد اكبر من القتلى من الجرحى لمحاوله انهاك المناطق في حال انتقلت الازمه الى مرحله تاليه حتى لا تكون هذه المناطق قادره على التصعيد او الانتقال الى هذه المرحله. جمعة اليوم تأتي تحت شعار تجميد العضوية مطلبنا، وهيئة التنسيق لا تمثلنا. في الشق الثاني هيئة التنسيق لا تمثلنا، هل تشعر ب يعني قوة هذا الشعار عندكم في القابون؟ طبعا هيئة التنسيق لا تمثلنا، لأن عندما نشأت هيئة التنسيق قام مجموعة من المعارضين بجمع عدد كبير من الشباب الناشطين بزعم أنهم في طور توحيد المعارضة الداخلية للتوحد مع المعارضة الخارجية وتحقيق أهداف الثورة. لكن عندما طرح الشباب الناشطين موضوع إسقاط النظام بدأ أعضاء هيئة التنسيق بالتهرب من هذا الخيار، وبدأوا يرفعون بعض العبارات مثل إسقاط النظام الأمني الاستبدادي إلى آخره، وهذه كلها محاولة للمواربة والخروج عن أهداف الثورة. هناك بعض الشباب الناشطين الذي حاولوا إصلاح هيئة التنسيق أو التفاوض معها أو تصحيح محورها، لكن أدى ذلك بهم إلى الاعتقال. شاهدنا اعتقال الناشطة مروة الغميان لمجرد أنها طالبت بإسقاط النظام، شاهدنا اعتقال الدكتور نزار المدني لانه اختلف ببعض الاراء مع اعضاء هيئه التنسيق. هم تبرؤوا منه تماما عندما تم اعتقال الدكتور نزار المدني، تبرؤوا تماما من هذا المناضل وقالوا انه لا يمثلنا وانه انسحب من الهيئه وانه لمجرد انه اختلف معهم ببعض النقاط. شكرا جزيلا لك. لا تملك اي تمثيل على الشارع. اشكرك عمر القابوني عضو تجمع احرار القابون، كنت معنا من دمشق.